يقول: هل هناك فرق بين موالاة الكفار وبين مداراتهم ببعض التنازلات دفعا لشرهم وحفظا لمصالح المسلمين؟ المدارات إذا كانت ضرورية فهي مشروعة. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا يؤاخذ. وكذلك إذا اضطر المسلمون إلى مدارات الكفار دفعا لشرهم، إلى مداراتهم دفعا لشرهم، فلا بأس بذلك بقدر الضرورة.